قبل كأس العالم بساعات ومشاركة المنتخب الأمريكي الوطني، جلس هذا الطفل الأمريكي في غرفته يشاهد صورا لأعضاء منتخب بلاده، وكان يتمنى أن يكون هناك ليساند الفريق، لكنه وبحكم دراسته سيمكث لمشاهدة المباريات عبر التلفاز. I hope that US will win. أنا أتمنى أن تفوز الولايات المتحدة في مباراتها مع إنجلترا، وأيضا أريد أن أرى فريقنا يلعب بشكل جيد، وأتوقع أن يكون عند حسن الظن، خاصة وأن هذا كأس العالم، وهذا مجلد لدي توجد فيه أعلام الدول المشاركة ومعلومات عنها وكذلك صور اللاعبين. والدة هذا الطفل اشترت له كتيبات عن كأس العالم وصورا لكل عضو في المنتخب الأمريكي، ويوميا يجلسون معا في شغف لرؤية المباراة الأولى. أنا متشوقة جدا لمشاهدة فريقنا، لدينا فرق في مختلف اللعبات على المستوى المحلي، ولكن اللعب دوليا له مذاق خاص، ولذا أنا وولدي أتممنا الاستعدادات وهدفنا الاستمتاع بمشاهدة مباريات جيدة. الحركة التجارية فيما يتعلق بالملابس والأدوات الرياضية زادت بسبب كأس العالم بنسبة 20%، ويقول أصحاب المتاجر إن مشاركة المنتخب الأمريكي في البطولة حققت لهم رواجا كبيرا في ظل رغبة المواطنين في اقتناء التذكرات الرياضية والملابس ذات الصلة بكأس العالم. لدينا كرات وقمصان رياضية وأشياء أخرى، والناس يتهافتون على الشراء، لذا عمليات البيع جيدة وربما زادت بنسبة 20% عن مبيعات كأس العالم الماضية. لعبة كرة القدم في الولايات المتحدة آخذة في الانتشار، تسبب في ذلك المهاجرون الذين أتوا من بلدان تحظى فيها هذه اللعبة بشعبية جارفة، وبالطبع الكل متأهب للحدث الرياضي الكبير، خاصة بعد أن أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وقف دور المحترفين للمرة الأولى في تاريخ هذه اللعبة في الولايات المتحدة، وذلك لمنح الفرصة لتشجيع المنتخب الوطني الأمريكي. أنا وعائلتي سوف نشاهد المباريات، وأتمنى أن نعبر المباراة الأولى. أنا متشوق لرؤية منتخبنا متقدما في البطولة. USA US all the way. USA USA. على الرغم من أنها ليست اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن كرة القدم تحظى حاليا باهتمام بالغ من قبل الأمريكيين، نظرا لتواجد المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم حاليا في جنوب إفريقيا لخوض كأس العالم. خالد خيري، الحرة، فيرجينيا.